وبركاته. اخواتي اليوم جبت لكم وصفه تاع بواسون. بواسون نديروه يطيب في الفوق، يعني شغل مشوي، يجي شغل مشوي في الفوق. دونك لو بواسون اسمه لو لو دو مير. ليك واش لازم له؟ لازم له انا واش ندير له؟ ندير له دي غوندال دي لاميل دو دونيون. عندنا هنا لي زيرب دو بروفانس، اعشاب عطريه. هذه عندنا هنايا الثوم مع الملح، ما درستهم في المهراز. عندنا زيت الزيتون، عندنا هنايا هنايا كمون، هذه فلفل عكري، بابريكا، بوفر نوار، ان بو دو جينجومبر، ما نقليش بزاف. وهذه سي لا سيبولات، يعني فيفراس. درك انايا ندوز لطريقة التحضير. لازم نديرو ان بو دويل دوليف، هاوليك شوية هكا، نديرو هاديك لاي لو سيل، لي زيرب دو بروفونس، un peu de gingembre, un peu de paprika, كمون ما يلزمش تكثروا بزاف باسكو الفلفل كحل. نديرو ريقة تاع الرند ونديرو لا سيبولات. هاي نخلطو كامل هاد لي زانغيديون، نزيدو شويه ملح، نزيدو شويه زيت، زيت عادي، فوالا. هذا ونحطو البواسون تاعنا، هذا اسمو لو لو دو مير بالعربية، ما على باليش كيفاش اسمو، مي على بالي بلي اسمو لو لو دو مير. هكا هاني دركا هكا نديرلو كامل، ندخلو كاع على سيزونمون هنايا، هنايا في الأحشاء تاعو، خاصة شفتو في الأحشاء تاعو هنايا، ندخلو وسط الشهر. نسكمهم مليح، فوالا. هاكا لا كومبوزيسيون لي درناها لهم تدخل كامل في الأحشاء تاعها. من بعد نديروهم في الفوق. الو بعد ما درت لها خليتها تريح شويه، انا جي ديسيدي باش نزيد لها شويه بيموندو، يعني طرشين، ندير لها من الفوق هكا شويه طرش، حبه طرشي هنايا، هنايا جي كوبي هنايا حبه طرشي، يعني لو بيموندو. نزيد لها شويه بصل هكا من الفوق، نزيد لها تاني دي بتيت لامي روندال دو سيترون،
البنت هذه صغيرة بالعاني حبة صغيرة مش نديرو لافير بها بون هكا فوالا دوكا انا ندير لها هكا سي بون فوالا روح نديها طيب Accompagné avec une salade de riz.